كلمه عميقه، يعني عندها بعد كبير، وتلخص موقف المواطن من المسؤول حتى وان كان رئيس جمهوريه. كلمه مؤثره الحق، يعني اثرت فيها كثير لما سمعتها من الاستاذ المحامي سعيد الزاهي، ومحامي وناشط حقوقي، وحبيت تسمعوها معايا. تفضلوا تسمعوا. انت المهم قدر شكوى، ما تبقاش سلبي. هذه السلبيه اللي عند الجزائريين هي اللي لحقت الناس تتربى هكذا علينا. باسكو انت رئيس الجمهوريه مش رب، خدام عند الشعب، يتحاسب الشعب، الشعب يحاسبه. درت تصرف مش مليح، واش خلانا نلحقوا 20 سنه يدونا 1500 مليار؟ الناس ولات الدوله هذه عباك ملوك، والله العظيم اني نهضر فيها ونعم، والله ملوك ما داروا كيما هذو اللي داروا في الجزائر بالسلبيه هذه. تخطيني ما ايوا، لما نقدم شكوى نقدم شكوى ونمشي فيها. كاين قانون نحتكم ليه وتحتكم ليه، اما كل اليوم تتربب عليا، يجي نهار وانا ثاني نعرف كيفاش نتربب. انني في بلادي، انا جزائري، يعطيني الحق القانون، وهذوك اللي يضلوا ايادي خارجيه وشر دامه ولا عندنا اصل، عندنا عائلات مجاهده وشهداء، ارواح يقول لي انت شكون؟ انني عندي اصلي وعندي الاخر، ايادي الاجنبيه هذه اللي تخلع بها وشر ديما. حبسناها هذه الهضره هذه، درك نبداو نحوسوا كل واحد شكون هو. باسكو والله العظيم ما صرات في دوله، واحد تعطيه دوله 40 سنه، 40 سنه وانت مسؤول فيها، تروح الاخرات تسرقها وتشري دار في باري. والله ما والله ما صرات في دوله هذه. نهار طول ايادي خارجيه، عندنا اصل بركه ما تسبوا في والدينا واصولنا. ولات رجاله حروا البلاد ولبسوا لك السروال وليت مسؤول في البلاد هذه. قادر الشعب الجزائري، لازم تقادروا. نظن هذه الكلمة هذه مليحة تتوجه لهذا الأنذال اللي جعلوا من جبنا أسياد، جبنا مخبيين مريدو جعلوهم أسياد، جعلوهم ربوب. يحكم لك واحد شغل تبون، وانت تاكلاك وجه تاع كفوف وسقاني، يرده لك إله يألهو. قال الرئيس، فعل الرئيس، هو ما قال والو. الراجل ديجا راهو الشهريه ديالو يدي فيها حرام، لانه هو ديجا ولد حرام، شهريته يدي فيها حرام، ماهوش يخدم، ما يقدم والو للجزائر. يحبوا يردوه هرب ويخلوهم يجوا هاد الجبناء يستغلوا هاد الازلام من اللي يحبوا يربوا سيادهم، ويجوا يسبوا الرجال، يزيدو يسبو رجال وهما ما عندهم لا أصل لا فصل. شكرا للأستاذ سعيد الزاهي على هذه الكلمة قصيرة ولكن معبرة جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله، وربي يقدر الخير بلادنا ويبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم.